السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا هي المحاضرة 7 الكمبونتوريال كيمستري. طبعا بالدراج ديزاين نمر بعدة مراحل، منها انه اول شيء انيشال بولدينج بلوك، بعدها يصير عندنا لايبراري جنريشن. فاللايبراري جنريشن هو مجموعة من المركبات ذات الفعالية البيولوجية، بعدها نجربها على ريسبتر، او احنا نعرف هذا المركب يشتغل على يا ريسبتر فنقول ريسبتر سيلكشن. فاذا لقينا ريسبتر يشتغل على هذا الكمباوند اللي هو عنده بايولوجيكال اكتيفيتي، فراح يصير هذا مثلا يصير انه اتحاد عليه. بعدها انه شو نصير؟ نصير بيست بايندر، يعني شنو افضل مركب نختاره ويتحد يتحد بهذا الريسبتر. فهذا نصيح لها الاوبتمايزيشن، وان شاء الله نعرفها بالمحاضره القادمه. الكمبونتوريال كيمستري تتشكل منين؟ من كيميكال سينثيتك ميثود ذات ميك ات بوسيبل تو بريبير ا لارج نمبر. احنا بالبارالل سينثيسيس احنا نقول A زائد B يساوي لنا AB، او A زائد B يعطينا C. بينما بالكمبونتوريال كيمستري عادة الـ A ممكن يتحد لنا مع الـ B، والـ B ما لا نهاية، B1 وB2 وB3 وB4 إلى ما لا نهاية، والـ A أيضا ممكن والـ B أيضا تتحد مع أي من لا نهاية، A1 وA2 وA3، فتعطينا different compound و different synthetic product. هذا نصيح لها اللايبراري. This compound library can be made a mixture and set of the individual compound or the chemical structure. هذا ممكن هذا الكمبونتوريال كيمستري ابروتش اللي احنا نقوله. عادة هذا الشيء ممكن ان نسويه الكمبونتوريال سينثيسيس، ممكن ان نسويه براكتيكالي، وممكن ان نسويه عن طريق السوفت وير. حاليا تطورت الكيمستري الى انه ممكن ان نشوف المركب وشوف الستراكشر الريسبتر، ويصير البايندينج بين المركب والريسبتر، وشوف هل انه هذا البايندينج افيشنت لو لا نوت افيشنت، وش قد يسوي لنا انهبيشن هذا البايندينج ذاك الريسبتر اذا كان الديزايننج مالتك انتاغونست. اما اذا كان اغونست ايش قد يكون نسبه الاغونست اكتيفيتي الى ذاك الريسبتر. اذا With the aid of this technique, the research group can be rapidly synthesize and screen a thousand of structure in order to find a new lead compound. زين عندنا مصطلح جديد اسمه lead compound. Lead compound هو الكمباوند اللي عنده biological activity لكن not optimal biological activity. يعني عنده فعالية بيولوجية لكن فعالية البيولوجية مو اوبتيمال، وبذلك انه احنا نحتاج نعرف الريسبتر بالضبط، نعرف البايندينج بين هذا الليد كومباوند مع الريسبتر، يا امينو اسيد مثلا متحد مع هذا الكومباوند، وشلون نحقق انه نزود البايندينج بينه وبين الريسبتر. مثلا نغير فانكشنال جروبس، نغير الستيريو كيمستري، نغير فد بايندينج بلوك، نضيف نحذف، وعليه انه نسميها هيت تو ليد، انه بليد اوبتمايزيشن، انه نطور الليد الى ان يصير بمراحل متقدمه يصير دراج كانديديت. اند ايدنتيفاي ذا ستراكشر اكتيفيتي ريليشن شيب. قبل ما احنا من نعرف الليد كمباوند وهذا الليد يحقق لنا مثلا انهبيشن للكاينيز ريسبتر، هذا الكاينيز ريسبتر عندنا فد مركب يسوي لنا انهبيشن للكاينيز ريسبتر اللي هو له رول بالكانسر جروث، فاحنا نسوي له انهبيشن لهذا الكاينيز. فشنو الطريقه؟ الطريقه الى انه نشوف مثلا عندنا الليد نطوره، نشوف مثلا اذا خلينا او اتش جروب، اذا خلينا سي اتش 2 سي اتش 3 جروب، او سي ال او فلور على هذا الكومباوند، او مثلا بدلنا حلقه البنزين بحلقه خماسيه اصغر من عتها. هذا الابروتش كله
نطوره فنصيح له ليد اوبتمايزيشن. زين، هذا التطور والاختلاف بالاعتماد على شنو؟ بالاعتماد على النولج بالريسبتر. احنا بالريسبتر هذا نعرف الريسبتر ونعرف البايندينج كليفت مالته، وبذلك ممكن ان نطور هذا الريسبتر. وعليه find analog with a good activity and minimal side effect. دائما نحتاج هاي العملية اذا عدنا مثلا drug في side effect، نشوف analog يحقق لنا هذا الغرض. اذن اكو في شيء اسمه human genome project، هذا بي تارجت. فالكل انواع كل انواع التارجت موجوده، مثلا التارجت للبرين، تارجت للكولون، تارجت للليفر. فيعطيك التسلسل مال الاحماض الامينيه اللي ممكن من خلالها يسوي محاكاه للريسبتر. ايضا find the lead compound اللي هو compound synthesis. Isolate the active، بعد ما نلقى ال compound isolate the active structure، يعني نتعرف على structure activity relationship بالخطوات المتقدمة، ونعرف ال identify structure، نحدد the structure activity relationship، ومن نحدد the structure activity relationship نسوي optimization لل lead compound. The lead compound هو ال compound اللي عنده فعالية بيولوجية. The procedure used in the combinatorial chemistry are designed to produce a mixture of different compound. فمثل ما قلنا انه الطريقة مال الكومبينتوريال الى مثلا آلاف المركبات نسوي بخطوة واحدة. With each reaction result. Whereas in the parallel synthesis produce only single product in each result. احنا عادة بالمختبر اللي هسه جاي نشتغله، هذا نشتغله البارالل سينثيسيس، نضيف الـ A نخليه على الـ B، ننتظر فد ربع ساعة يطلع لنا المركب، هذا نصيح له البارالل سينثيسيس. بينما الكومبينتوريال سينثيسيس او كومبينتوريال كيمستري انه نسوي فد 100 رياكشن ات ذا سيم تايم، عادة هي شنو؟ تكون اوتوماتيك بروسيجر. اذا المصطلحات اللي تطرقنا لها اللي هي الكمباوند لايبراري. اللايبراري هي مجموعة من البوندينج بلوك ذات ار رياكتد توجذر تو ميك ا كولكشن اوف برودكت نون از لايبراري. الليد كومباوند اللي هو عنده ديزاير، هو الكومباوند اللي عنده ديزاير فارماكولوجيكال بروبرتي which can be used to initiate a medicinal chemistry project. فاحنا شلون نبدا بروجكت؟ من خلال الليد. اللينكر at the term used in the combinatorial chemistry for a molecule that is equivalently bounded to a solid phase support that contain a functional group to which another molecule cannot be attached for the start of synthesis. احنا عندنا اللينكر نستخدمه حتى نربط two molecule together، وبالاضافه الى اخرى يمنعنا الستيرنج هندرس بين هاي المولكيول التو مولكيولز. طبعا حتى يرتبط لازم عندنا فانكشنال جروبس، هاي الفانكشنال جروبس موجوده وين؟ موجوده بين مثلا تو دراجز ونريد نربطهم سويه، فلازم عندنا شنو؟ فانكشنال جروبس. هاي الفانكشنال جروبس تكون كومباتبل ان تيرمز اوف كيمستري مع اللينكر حتى يصير بها رياكشن. يعني مو مثلا او اتش واي او اتش، مثلا او اتش وكاربوكسيليك اسيد جروب يصير، ان اتش 2 مع كاربوكسيليك اسيد جروب يصير، حلقة بنزين بها دبل بوند وحدة مع الـ OH يصير هذه الـ binding. الـ combinatorial chemistry can be classified to the solid phase support أو solid phase synthesis and liquid phase synthesis. More likely we will discuss the solid phase synthesis. Solid phase synthesis can be used to carry out a reaction when the starting material is linked to the solid support, such as a resin bead.
احنا عندنا رزن لازم، والرزن بي لينكر، واللينكر بي فانكشنال جروبس، واحنا نضيف الكمباوند للفانكشنال جروبس. فاحنا عندنا هذا السوليد سبورت. ليش سميناه سوليد؟ لان الرزن يكون على شكل بوليمر ويكون سوليد. ممكن several reactions that can be carried out in the sequence on the attached molecule and the final structure is then detached from the solid support. وراها ورا ما يصير الرياكشن ممكن أن نضيف أسيد، نكسر الآسرة بين الفانكشنال جروبز اللي موجودة بالرزن وبين الدراج موليكيول. الأدفانتج مال السوليد سبورت اللي هي شنو؟ remove the excess of their agent or the unbounded byproduct by washing. لأن إحنا نقدر نسوي washing. ليش؟ لأن مرتبط بالسيرفس. هاي واحدة. Driving the reaction toward the completion by removal the excess of reagent. ناخذ من الreagent اللي هو البرودكت، فراح نحفز المولكيول إلى أنه يتكمل التفاعل. No purification needed to remove the intermediate. Reusing the bead اللي هو البوليميريك support. ممكن أن نستخدم هذا البيد مرة أخرى حتى يصير عندنا reaction آخر، وبذلك ممكن أنه تقلل الكوست. The essential requirement for the solid support اللي هي insoluble or the inert polymeric support اللي هو resin bead. البيد لازم يكون insoluble و inert. اللينكر لازم مرتبط بآسرة تساهمية مع الرزن. And it has a functional groups to attach the substrate. Stable linker substrate bond. Possible to cleave the product from the linker via the chemical reaction at the end of the reaction. طبعا اللينكر ممكن انه نزيله عن طريق اضافة organic compound مثلا HF اللي هو او TFA trifluoroacetic acid او hydrogen fluoride ال HF. The protecting group for the functional groups are not involved in the synthetic route. احيانا نحتاج مثلا عندنا اثنين او عندنا OH و NH2 بنفس الكمباوند، فاحنا شو نسوي؟ نريد التفاعل مثلا على ال NH2، نجيب فد جروب نحمل OH، هاي الجروب نضيفها على ال OH نصيح لها protecting group. ليش اسويها protecting group؟ حتى اوجه الكمباوند يتفاعل من جهة ال NH2 مو من جهة ال OH. الصلص support هن انواع. واحد من الانواع الكومن اللي هو الميرفيلد ريزن، يستخدم مثلا البوليستايرين كروس لينكد وذ دايفينيل بنزين. كلورو ميثيل جروب از الينكر، هذا الكلورو ميثيل جروب از الينكر، وهذا البوليستايرين والامينو اسيد. فهذا الكومباوند كله يمثل لنا الميرفيلد ريزن. ايضا يستخدم الدايفينيل بنزين. الدايفينيل بنزين احنا هنا يصير الرياكشن مال الريزن بيد، واحنا هنا يصير عندنا الرياكشن اوف كومباوند او مثلا دراج. البوليستايرين ايضا يصير هنا البايندينج وهنا البايندينج. اذا هسه عندنا ريزن بيد وهذا مثل كلورو مثل جروب، ويجيها هذا امينو اسيد. الامينو اسيد راح يتفاعل. طبعا شوفوا هذه، هاي البوك هي البروتكتين جروب، فحموا ال NH حتى ال NH ما تتفاعل على هذا السايت، فصار عندنا ال O هي الوحيدة اللي تقدر تفاعل، فتفاعلت على هذا السايت صار عندنا هذا الكمباوند. نسوي له دي بروتكشن اللي هي نزيل البوك حتى يتفاعل من هذا الاتجاه، نجيب امينو اسيد، هاي العملية نصيح لها الكابلينج، فيصير عندنا كابلينج كمباوند. وبذلك ممكن ان نفاعل مئات من الامينو اسيد على هاي الطريقة.
هذا السلس سبورت يعني موجود على السطح مال التفاعل اللي هو الرسم، نبني عليه ممكن نسوي له واشنج، ممكن نمضي ناخذ من البرودكت، ناخذ من الكومباوند اللي نضيفه سولفنت، وبذلك نوجه التفاعل فور كومبليشن. وبوجود الأشف يصير عندنا هذا الكومباوند. وبهاي الطريقة انه بعد ما يصير عندنا فد مثلا العدد المطلوب، خلينا نقول فد 30 امينو اسيد سيريز، هاي نصيح لها الميرفيلد ريزن، نضيف اتش اف. الاتش اف راح يفصل لنا الريزن واللينكر عن الامينو اسيد اللي احنا بنيناه، وبذلك حققنا اللي هو بيبتايد تشين او بيبتايد سينثيسيس. This is ester group is stable to the reaction condition used in the peptide synthesis. فاحنا هنا سوينا ester group. هذا الاستر جروب stable بالpeptide synthesis but can be cleaved at the end of synthesis using a Vargas acidic condition اللي هو مثل ما شفنا الهيدروفلوريك اسيد. One disadvantage of the polystyrene bead is the fact that they are hydrophobic and the growing peptide chain is hydrophilic. فالبوليستايرين إذا شفته يكون ما في functional groups نيتروجين أكسجين، وبذلك هو hydrophobic، بينما البيبتايد بي أكسجين نيتروجين، فلذلك هاي ممكن أن تكون hydrophilic. وبالتالي the growing peptide chain is not solvated، يعني ما راح تذوب ولا تذوب بالسولفنت اللي موجود، وبذلك often fold itself to form internal hydrogen bond. This in turn hindered the access of the further amino acid to the exposed end of the growing chain. وهذا بما انه راح يصير عندنا two phase يعني هيدروفيلك وهيدروفوبيك، راح يتجمع الهيدروفيلك مع يعني حول نفسه، وبذلك ما راح يخلي الامينو اسيد اللي يريد نبني عليه يصير لاكسس ويصير رياكشن اله، وهاي ديس ادفانتج يعني صعوبه التفاعل خصوصا من بالبيبتايد من يكثر العدد مالته. Other type of resin اللي هو Shepard polyamide هذا يؤدي لنا شنو overcome the non-polarity problem of Merfeld resin. فهذا الكلام اللي فوق كله تابع للMerfeld resin. الShepard resin هو نفس الشغل لكن شنو ما عنده مشكلة non-polarity يعني مو two phase، إذن هو راح يصير one phase، فهو أيضا يستخدم المن للpeptide synthesis. التنجايل ريزن اللي هو البولي اثيلين جلايكول وذ بولي ستايرين تو اكسبلور ذا سينثيسيس اوف ذا نون بيبتايد مولكيول. فاحنا اذا عندنا مولكيول هي مو بيبتايد نستخدم التنتاجل تنتاجل ريزن اللي هو يستخدموه للنون بيبتايد مولكيول. تنتاجل the regardless the polymer that is used the bead should be capable of swelling in the solvent while the remaining stable. فهذا البيد لازم يكون شنو عند قابليه swelling لكن يبقى هو stable. The swelling is important. ليش ان السولينج هذه الكرايتيريا انه important واحنا نريدها؟ Because most of the reaction involved in the solid phase synthesis take place in the interior of the bead. هذه تصير بالinterior of the bead لأن الرياكشن يصير خلال الفولدات الانحناءات اللي موجودة بالرزن بيد. Rather than on the surface يعني مو على السيرفس مال البيد، يصير بالداخل البيد. فلذلك جدا مهمة هاي الـ swelling properties. And each bead is a polymer and the swelling involved in folding of the polymer chain
and such as that the solvent or the agent can move between the chain into the heart of the polymers. وبذلك يقول لك هو احنا ايش عندنا؟ عندنا انه البيد هي عبارة عن بوليمر، يعني متكونة من مجموعة من البولدنج بلوك، وهذه منطوية حول نفسها. من يصير بيها سوالينج راح يصير انفولدنج اوف بوليمرز، يعني تتوزع ويصير بيها تجاويف بيناتها. هذه ممكن السولفنت والرايجنت يصير بيناتهم ويتخللهم ويصير ويوصل هذه الرايجنت توصل للهارت اوف بوليمرز. طبعا اللينكر شنو؟ احنا اخذنا الرزن، هسه اللينكر. اللينكر is the molecule unit that are covalently attached to the polymer chain that making up the solid support. It is contain a reactive functional groups which that the starting material in the proposed synthesis can react and hence become the attached to the resin. يعني انه اللينكر اللي هو مولكيول ترتبط بأسرة تساهمية بالبوليمر تشين حتى تكون لنا الصل السبورت. اللينكر هو عدة رياكتيف تو رياكتيف اند، وحده منعتهن مثل ما حكينا بالمحاضرات السابقه، اما يكون هومو او يكون هيتيرو. الهومو يكون البايندينج، فوحده منعتها راح يروح وين الرزن، والاخرى راح يصير وياها بايندينج مع الجروب الثانيه. The resulting link must be stable in the reaction condition based on throughout the synthesis, but be easily cleaved to release the final compound once the synthesis is complete. Different linkers are used depending on functional groups in the starting material and functional groups in the final product. طبعا اكو انواع اخرى من الرزن اللي هي وانغ رزن. الوانغ رزن اللي هو suitable for the detachment and release of the carboxylic acid. فاحنا اذا عندنا carboxylic acid فنخلي ببالنا وانغ رزن. اذا خلينا نعيد شويه، نعيد الخطوه الاولى الميرفولد رزن اذا عندي ببتايد سينثيسيس، هاي وحده. اجى بديل عنه الشيبارد رزن اللي هو بس يتجاوز لنا النون بولاريتي مولكيول. ايضا صار عندنا التانتاجر رزن اللي هو سينثيسيس اوف ذا نون بيبتايد مولكيول، يعني اي واحد من عندهن. هاي الشغله الثانيه. الشغله الثالثه الوانغ رزن يستخدمون الكاربوكسيليك اسيد. الشغله الرابعه اللي هو الرينك رزن اللي هو الكاربوكسي امايد. شنو معنى الكاربوكسي امايد؟ يعني سي دبل بوند او ان اتش 2 بدلا ما كاربوكسيليك اسيد اللي هو نستخدم للوانغ رزن، نستخدم الرينك رزن للكاربوكسي امايد. اللينكر يعتمد اختياره على الفانكشنال جروبز اللي موجوده بالستارتنج ماتيريال والفانكشنال جروبز اللي نريدها بالفاينل برودكت. ايضا احنا عندنا الميرفولد رزن بيها مشكلة أيضا غير إنه البولاريتي، بيها الراسمايزيشن. يعني شنو معنى الراسمايزيشن؟ يعني الأول أمينو أسيد ممكن أن يتحول من R إلى S أو من S إلى R، فالستيريو كيمستري مالته راح تتغير بسبب شنو؟ الإعاقة الفراغية اللي راح تصير. وعليه إنه سوينا البار لوس رزن to overcome the racemization of the first amino acid in one resin. وكذلك الوانغ رزن يستخدموه لهاي الحالة. احنا قلنا الوانغ رزن يستخدموه للكاربوكسيليك اسيد. ليش قلنا وانغ رزن؟ لان ليش العفو قلنا انه racemization of the first amino acid واستخدمنا وانغ رزن؟ الوانغ رزن يستخدمون الكاربوكسيليك اسيد، وبما انه الامينو اسيد عنده فانكشنال جروبس هو كاربوكسيليك اسيد، فلذلك اذا استخدمنا وانغ رزن مع الامينو اسيد راح يصير عندنا راسمايزيشن. اوكي، فاحنا عندنا هسه تو اوبشن
لأمينو أسيد حتى يصير بيها، حتى يصير على شكل ببتايت تشين. أما ميرفل درزين اللي هي عندها مشكلة النان بولارت بروبلم، هاي واحدة، واللي انحلت بالشيبار درزين. أو إنه ممكن إن نستخدم الوانجرزين باعتبار نعتبر الأمينو أسيد عنده كاربوكسيليك أسيد جروب، وبما إنه عنده كاربوكسيليك أسيد جروب فراح يصير نستخدم الوانجرزين. لكن مشكلة الوانجرزين الراسمايزيشن، بمن انحلت بالبارلوسرزين. إذن فإحنا هسه عدنا بيد، هاي مراجعة بسيطة، وهذا اللينكر، وهاي الفانكشنال جروبس. نضيف الستارتنج ماتيريال فراح تتحول الى زد، وهاي الستارتنج ماتيريال فراح نبني عليها انه تصير هذا الكمباوند، بعدها كليفج بوجود اسيد راح يعطينا البيد واللينكر سويه، والبولدنج بلوك كلها مجموعه بجهه اخرى. البيد واللينكر وبيها NH2، وهذه هذا أمايد، حتى راح يصير عندنا أمايد بوند. فيرذر موديفيكيشن راح نبني على الأر، الأر المفروض بها فانكشنال جروبز نبني عليها. أيضا واحدة من الأمثلة هذا طبعا رينك ريزن، هنا واحدة من عندهن اللي هي الداي هايدرو بايران اللي يستخدمونه للبرايمري اند سكندري الكحول، فهاي الداي هيدروبايران يصير عندنا نيوكليوفيليك اتاك بهذا الاتجاه، يصير عندنا ار، طبعا الار ممكن ان نبني عليه فيصير عندنا سلسلة من الكمباوند، وينطينا الى فاينل برودكت بوجود تراي فلورا اسيتك اسيد، يعطينا البرودكت اللي احنا نريده. اكزامبل اوف ذا سوليد فيس اللي هو البنزودايازيبين، يعني من جماعة الفاليوم. فهذا الكمباوند، هاي الستارتنج ماتيريال، وهاي بوجود الريزن كمباوند راح يصير عندنا هذا البرودكت، بعدها راح يصير انترا موليكولر هيدروجين بوندينج عن طريق تفاعل هاي النيتروجين مع السي دبل بوند او، هاي يتفاعل بهذا الاتجاه، بما انها تفاعل بهذا الاتجاه هاي راح تطلع كلها ليفينج جروب، راح تطلع ليفينج جروب وراح يصير عندنا هذا الكمباوند. طبعا اكو فرق بين هذا الامينو اسيد، هذا الستركتشر مال الامينو اسيد، اخاف احد ما يعرفه، بي نيتروجين وبي كاربوكسيليك اسيد، فلذلك استخدمنا الوانجرزين لان اكو كاربوكسيليك اسيد جروب. اكو فرق اذا لاحظتوه بعدين من خلال عملكم، اكو فرق بين الببتايد والببتويد. الببتايد اللي هي الار يكون على هذه السي اتش 2، بينما بالببتويد راح يكون الار على النيتروجين. هذا الشيء احنا نحتاجه بالسينثيسيس اوف بالبنزودايازيبين، لكن انا اختصرت هاي العمليه الى انه نخليه كمثال واكزامبل تشوفونه. هاي العمليه هي لينير ليس سسبتبل تو ذا ميتابوليزم. السمري اللي هي يكون السوليد فيس احنا مثل ما قلنا برودوسينج كومباوند فور ذا ليد ديسكفري، نعرف من خلال الستركتشر اكتيفيتي ريليشن شيب اند دراج اوبتمايزيشن. البارلل سينثيسيس يتضمن لنا سينثيسيس اوف ا ديفرنت كومباوند ان ايتش رياكشن فايل، اند ات از يوزفول ان اول اسبكت الميديسينال كيمستري وير ذا سينثيسيس از ريكوايرد. الكومبوناتوريال سينثيسيس يتضمن لنا سينثيسيس اوف ذا ميكستشر اوف كومباوند ان ايتش رياكشن. السوليد فيس سينثيسيس هاز ا سيفرال ادفانتج، اللي هي الانترميديت دونت نيد تو بي ايزوليتد اند بيوريفايد، الرياكتنت اند ريجنت كان بي يوز ان اكسس تو درايف ذا رياكشن تو ذا كومبليشن. ان كومبوناتوريال سينثيسيس ديفرنت كومباوند ار لينكد تو ديفرنت سوليد فيس سيرفيس اند ذي ار فيزيكالي سيبريتد ذات الاونج ذيم تو اندرجو ذا رياكشن اند ورك اب بروسيجر ان ذا سيم رياكشن ريزولت.
الصلص سبورت يتكون لنا من البوليميريك سيرفيس لينكر مولكيول ذات allow a starting material to be linked covalently to the support. الشيء اللي آخر اللي حبيت انه تعرفونه اللي هو drug like molecule. احنا lead compound مثل ما قلت لكم يحتاج لنا شنو optimization. طبعا بعد ما احنا سوينا synthesis, synthesis ممكن يكون parallel اللي هو قلت لكم هذا اللي نشتغله بالمختبرات, او انه تكون combinatorial, احنا المفروض يصير عندنا lead compound. هذا lead compound يحتاج optimization حتى يصير toward the biological target and pharmacokinetic parameter. If these properties can be predicted from the structure of the compound, they could be taken into account at the early stage, even including the design and selection of the compound for the screening collection. طبعا الفارماكوكينيتيك والبيولوجيكال تارجت اذا نعرفه احنا افضل حتى من نريد نفكر ونريد نكتشف الدرج, نعرف التشالنجينج اللي راح تصير من خلالها. فواحد من الاشياء اللي تخلينا انه نعرف هذا المركب مالتنا عنده بيولوجيكال اكتيفيتي او لا اللي هو لبنسك رول اوف 5. لبنسك رول اوف 5 يسوي لنا بريدكشن للاورال بايو افيلابيلتي. It state following poor oral absorption إذا كان المولكيولر ويت أكثر من 500, إذا كان اللوج البي أكثر من 5, إذا كان number of hydrogen bond donor أكثر من 5, أو number of hydrogen bond acceptor أكثر من 10. فاللبنسك رول أوف 5 بهذا المولكيول راح تكون number of hydrogen bond acceptor. زين شنو معنى number of hydrogen bond acceptor؟ معناها انه عدد ذرات الهيدروجين اللي عفوا عدد ذرات الاكسجين والنيتروجين والسلفر الموجودة. فعندنا 1 2 3 number of hydrogen bond acceptor. هذه الذرات عدها للزوج الكتروني ممكن أن تشارك به مع هيدروجين, وبذلك هي تستقبل الهيدروجين بوند, فلذلك نصيح لها هيدروجين بوند أكسبتر. بينما عدد الذرات اللي يصيح لها دونر اللي تطي الهيدروجين وتضحي بنفسها اللي هي فقط واحدة اللي هي هذه الهيدروجين, فلذلك النمبر اوف هيدروجين بوند دونر 1. كذلك احنا عدنا النمبر اوف هيدروجين بوند اكسبتر اللي موجودة بالاسبرين كم واحدة؟ 1 2 3 4. بينما النمبر اوف هيدروجين بوند دونر هو فقط اتش موجودة. الارتميسينين ايضا اذا تحسبونها راح يكون هذا منطبق عليه. بينما اللوج البي هو يستخدمه للليبيد الى ووتر يطلع لنا اللوج البي, هو الريشيو بتوين الديستريبيوشن بالليبيد على الديستريبيوشن الكونسنتريشن اوف دراج بالووتر, وذلك يطلع لنا اللوج البي. فاي المولكيولر ويت ممكن ان نحسب هذا في الشيء عادي. فضروري عنده تعرف اذا اجاك فد سؤال او صح وخطأ واسأل انه كم هيدروجين بوند دونر او كم هيدروجين بوند اكسبتر موجودة, ضروري ان تعرفها. A researcher from GSK find that the molecular weight less than 400, log will be أقل من 4, and the state of ionization are the most important molecular properties that affect على الادم parameter. ادم شنو معناه؟ absorption, distribution, metabolism, excretion parameters. And to get the drug to the brain, the upper limit really should be 3 hydrogen bond donor and 6 hydrogen bond acceptor. بالبرين احنا لازم الليمت مالتنا 3 هيدروجين بوند دونر و 6 هيدروجين بوند اكسبتر حتى يعبر لنا للبرين. The active transported drugs such as some vitamins and fungal and cardiac glycoside
الليبوفيليسيتي از نوت ريليفنت. فاحنا مثلا اذا تشوفون الفيتامينز المولكيول مالته كلش كبيره، الكاردياك جلايكوسايد ايضا مثلا الديجوكسين الستراكشر مالته كبير، اللي فما راح نكون الليبوفيليسيتي از نوت ريليفنت. زين شنو الريليفنت؟ الريليفنت اكو موجود باثوي اخر غير الابزوربشن. مثلا الانتفانكل شفتوه انه عنده تنلنج مولكيول يشابه الفوسفوليبيد ستراكشر من جهه معينه بالمحاضره الخامسه والسادسه، وبذلك يصير عنده الاكشن مالته. كذلك الفيتامينز اكو ترانسبورت بروتين خاصه للفيتامينز، الكاردياك جلايكوسايد ايضا موجود انها ترانسبورت وميكانيزم اخر اكشن خاص ميكانيزم اكشن خاصه بيها. لذلك انه الليبوفيليسيتي از نوت ريليفنت لهذا الكمباوند. اكو شيء اخر يعتمدونه بالدراج ديسكفري اللي هو الجولدن تراينجل. شنو الجولدن تراينجل؟ الكمباوند تند تو بي افيفربل بيرميابيلتي اند ميتابوليك ستابيليتي وذين جولدن تراينجل اذا كان عند البيس لاين المولكيولر ويت يكون عاده 200 اند اللوج البي اكثر من 2 واقل من 5. فاحنا اند تراينجل ابيكس ما يتجاوز ال 450 واللوج الدي من 1 إلى 2. لكن نخلي ببالنا انه الجولدن تراينجل المولكيولر ويت اذا كان 200 300 بس ما يتجاوز 450. هاي وحده. اللوج الدي يكون اذا يكون افضل اذا كان اكثر من 2 واقل من 5. طبعا الجولدن تراينجل هو فيجواليزيشن تول ذات ديفلوبد فروم ذا ان فيترو بيرميابيلتي ان فيترو كليرنس اند كمبيوتيشنال داتا ديزاين تو ذا اد اوف ذا ميديسينال كيمست ان ذا اتشيفينج ذا ميتابوليك ستيبل بيرميابل اند بوتنت دراج كانديديت. طبعا كلاسيفاي ذا كومباوند از بيرميابل هذا من خلال هذا الجولدن تراينجل. هذا فشي حسابي يعني بارامتر موجودة، ندخل المركب الستركتشر مالته الجهاز يحسب لنا هاي الأشياء ممكن. فهو software classify the compound as permeable، ممكن من خلاله نعرف هذا compound permeable stable ويسوي لنا plotting للmolecular weight vice the local B اللي هو octanol buffer distribution coefficient. الاناليسيز اوف ات ليست تو اورثوغونال ترينز such as permeability and clearance can be extremely effective in balancing and optimizing multiple properties. فيعطينا شنو؟ يعطينا فكره عن البيرميابيلتي والكليرنس. وبما انه يعطينا فكره عن البيرميابيلتي والكليرنس ممكن اكو اكثر من فاكتور ممكن تتاثر بهذا الشيء اللي هو اللوجد اللي هو المولكيولر ويت مثلا، كذلك مثلا الليجاند افشنسي. شلون هذا الليجاند ايش قد هو افكتيف حتى يتحد بالريسبتر وحتى يتحد بالريسبتر. مثلا اذا انا عندي 10 ليجاند يتحدون كلهم بهذا بالريسبترات الخاصة بها، اذا ما راح نحتاج كونسنتريشن عالي لان الثيرابيوتيك افكت مالته راح يصير عندنا يعني بسرعة نوتسبل يعني. بينما اذا انا عندي 10 من المولكيول ويتحد بها فقط واحد بعد فد ربع ساعة من availability of this compound near to the receptor، فلذلك ممكن نحتاج concentration أعلى. فالليجاند efficiency كلش مهمة. أكو شيء آخر اسمه viber rule، يقول the compound that are more likely to have أكثر من 20% اللي هي
rate oral bioavailability إذا يكون عنده نسبة أكثر من 20%. oral bioavailability if they have الرتبل بوند أقل أو يساوي العشرة. والتوتال بولر سيرفيس اريا البولر بي اس اي اللي هي بولر سيرفيس اريا اقل او يساوي 140. ان توتال هيدروجين بوند اللي هي اقل او يساوي 12 اللي هي مجموع اكسبتر اند دونر. هذا فايفر رول. طبعا هن كلهم قريبات على اللي بنسك رول اوف 5 اللي هو اشهر رول بالدراج ديسكفري اند ديفلوبمنت. نجي شنو معنى الروتابل بوند. الروتابل بوند هي نرجع للسلايد السابق حتى تكون العملية واضحة. الروتابل بوند هي هاي الآسرة هي روتابل بوند هي الآسرة الفرد المفردة اللي هي ممكن ان يصير من خلالها الدوران المولكيول. فمثلا هذا يفتر حول نفسه ممكن فهذا نصيح لها روتابل بوند. ايضا هذا روتابل بوند ايضا هاي روتابل بوند هاي مولكيول ايضا هاي روتابل بوند هاي روتابل بوند. بينما سي دبل بوند او لا مو روتابل بوند. ليش؟ لان المولكيول هي فيكست بهذا الاتجاه بينما هذا المولكيول ممكن ان يتغير فتدور حول نفسها. هاي ايضا هاي المولكيول كلها تدور حول نفسها. هذا روتابل بوند. زين البولار سيرفيس اريا هي شنو؟ هي السيرفيس اريا الخاصة بكم بولر اتومز موجودة يقيسونها. هذه طبعا هم سوفتوير هو اللي يقيسها. الشيء الاخر اللي اختلف فيه الفايبر رول اللي هو جمع الهيدروجين بوند بغض النظر اكسبتر ولا هي دونر. وبذلك انه انهينا هذا الجزء من المحاضرة السابعة. Thank you for listening.